بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بشيخنا نحن في بيت شيخنا الشيخ محمد أحيد عمر حفظه الله أنا وأخوكم أبو عبيدة الأمين موافقي وأخونا الشيخ هيثم جميل سرحان عند في بيت شيخنا استضافنا جزاه الله خيرا ونريد أن ندردش مع الشيخ عن حياته وعن طلبه للعلم وعن عمله وعن تدريسه في معهد الحرم حتى ينتفع الشباب لأن الشيخ ما شاء الله له ألفية شرحها ألفية بن مالك موجودة عندنا مسجلة الله يحفظكم نعم الله يحفظكم فعندنا ألفية مسجلة نريد الشباب يستمعون أو يستمعون إلى هذا الشرح المفيد الذي درسناه عند شيخنا عدة مرات في المسجد النبوي ولا يزال الشيخ يدرس عند باب 8 بين باب 8 وباب 5 داخل من باب قباء على اليسار يجد شيخنا هناك يدرس ويدرس في كلية الحرم أيضا فشيخنا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شيخنا؟ من فضل الله الحمد لله الحمد لله خير الله الحمد لله الله خير على قبول جزاكم الله خير يرجع اشتغالي للنحو الى المراحل الاولى من حياتي النحو يبدا في منهج المملكه العربيه السعوديه حرسها الله تعالى يبدا النحو فيها من السنه الرابعه الابتدائيه فكنت احب النحو ما شاء الله احب النحو جدا وكنت متفوقا جدا فيه الحقيقة وهذا اذكره بفضل الله سبحانه وتعالى لا فخر لا بذل دخلت على مدرس مصري لا أنسى اسمه إبراهيم طنطاوي مجاهد وهو يشرح في كتاب النحو سد الفاعل أو نائبه ما سد الخبر فقام يشرح الرجل شرحا رائعا جدا للغاية والرجل متمكن من مادته ثم بعد أن انتهى من شرحها تكلم هكذا باللهجة المصرية قال قولوا لي من تاش شاطر يا طنطاوي أوجز كل ما قلته في دقيقة واحدة هكذا فأوجزه فكنت معه وأحب أن أسمع إلى شرحه ثم جاء بعده واحد آخر اسمه عيد مرعي وكانوا متمكنين جدا الإخوة المصريون في المرحلة المتوسطة وهم متخرجون من الأزهر الشريف كانوا متمكنين جدا من مادة النحو ومادة اللغة بشكل جيد فتأثرت بهم وحببت النحو كنت كان لي شيخ رحمه الله تعالى اسمه محمد محفوظ ولد بيا وهو من قبيلة أمي قبيلة مسومة من قبائل الوسط في موريتانيا لا تجد منهم أحدا في الغالب إلا هو يحفظ القرآن الكريم وأحدهم ينفق ماله كله لتحفظ ابنه القرآن الكريم ما شاء الله الشاهد كان هذا الشيخ كنت أسمع له القرآن وأما القرآن فقد حفظته على أمي حفظني أمي قبل دخول المدرسة اشترطت عليك لم تسمح لي أمي بدخول المدرسة وكنت أتمزق تمزق غضبا وغيرة عندما يأتي الطلاب ويقولون دخلنا سنة رابعة والمدرس شرح لنا التقويم في ذلك الوقت كانوا يسمون الجغرافيا التقويم لا أنسى الجغرافيا يسمون التقويم فكنت أشعر بأني أنا قاصر عن الطلاب تقول لا والله لا تدخلان المدرسة حتى تحفظ القرآن وبالفعل أصرت وترسم المصحف قرأت رسم المصحف على الشيخ محمد محفوظ نعم قرأته عليه وكتبت القرآن كله عنده ما شاء الله قبل دخول المدرسة قبل لا بعد دخول المدرسة حفظ القرآن قبل دخول المدرسة لكن كتابة القرآن وتسميعه وقراءة بالبلي وتطبيقه هذا بعد دخول المدرسة لكن من توفيق الله سبحانه وتعالى لكم يا شيخ أنك تفوقت على كل من كان في على كل حال على كل حال كان في الحارة على كل حال حفظ القرآن ولا زلت كذلك حفظها الحمد لله يا رب.